معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية الزروع والعشب. القسمة تقال قسمة صوم الميلاد. التوزيع المزمور الماء والخمسون والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنسيتي نمنسيم، بارك الزروع والعشب. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثامن والعشرون من شهر هاتور المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس الأنبا سربامون أسقف نيقيوس في عهد الإمبراطور دقلديانوس. ولد هذا القديس بأورشليم باسم سمعان، وكان يهوديا ينتسب إلى عائلة القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. توفي والده فأرشده الرب أن يمضي إلى الأنبا يوحنا أسقف أورشليم، فعرفه حقائق الإيمان وسر التجسد والفداء. ولما اطمأن إلى إيمانه عمده ثم انفرد للعبادة. استدعاه البابا القديس بطرس خاتم الشهداء ورسمه أسقفا على نيقيوس، وهي حاليا زاوية رزين بمركز منوف محافظة المنوفية. وأظهر الرب على يديه آيات كثيرة، فاستدعاه الإمبراطور دقلديانوس، ولما وصل إلى أنطاكيا أمر الملك بتعذيبه بعذابات شديدة وأرسله إلى إريانوس والي أنصنة بصعيد مصر. وفي الإسكندرية أخذه في مركب، وعند وصوله إلى نيقيوس مقر كرسيه وقفت المركب وأنزلوه وقطعوا رأسه، فنال إكليل الشهادة: بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، موسى وهارون في الكهنة، صموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام، كان يكلمهم هللويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطائر، بركاته على جميعنا. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح.
المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفلة لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن. خذوا ليكون فرحكم كاملا، قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا، أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم واذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو زلانا تتكلم علانية، ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: لأن تؤمنون، هو ذات ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.
بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. قراءات هذا اليوم المبارك يا احبائي، وهو اليوم 28 من شهر هاتور المبارك، تحدثنا قراءات هذا اليوم عن مجموعة من الموضوعات الجميلة، لكن يغلب عليها موضوع الفرح المسيحي. علشان كده هنلاقي انه الفرح متمثل في خدام الله، وبدأ مزمور العشية بفرحة المسحة المقدسة اللي اتقالت عن داود النبي، فبيقول رفعت مختارا من شعبي وجدت داود عبدي مسحته بدهن مقدس لأن يدي تعضده. قد ايه فرحة الإنسان بربنا، وقد ايه فرح القلب ان ياخد مسحة الدهن المقدس. وطبعا مسحة العهد القديم كما هو معروف كانت اما مسحة الملوك او الملك، ومسحة النبوة، ومسحة الكهنوت. في الثلاث وظائف رئيسية في العهد القديم كانت المسحة مسحة فرح او دهن الفرح، او يسمى احيانا بزيت الخلاص او الزيت المقدس. عشان كده انجيل معلمنا القديس متى بيتكلم عن الفرح الحقيقي بقى، وهو في محبة ربنا. محبة ربنا تملى القلب فرح، وتملى القلب سلام، وتملى القلب حرية، وتملى القلب طمأنينة. ولذلك لكن في مين يقدر يوصل لهذه الدرجة من الحب اللي هو يقدر يقول اللي قال عنه القديس متى، من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني. ده كلام المسيح على يعني اللي كتبه معلمنا القديس متى البشير. بيقول ومن أحب ابنه ابنة أو ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني. الناس بتتساءل في الآية دي بالذات، يعني يقول لك طيب يعني ما نحبش ابني وابنتي أو ما حبش أقاربي. لا، المحبة مطلوبة جدا، ومعلمنا القديس بولس الرسول قال من لا يهتم بخاصتي ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. إذن ماذا يقصد رب المجد بهذه الآية؟ اللي يحب حد أكتر من ربنا، عايز يقول محبة ربنا لابد أن تكون أول كل شيء وقبل كل شيء وبدء كل شيء، فمحبة ربنا فوق المقارنات. عشان كده تيجي تعبيرات كتابية في بعض الأحوال يقول لك إن لم يبغض أحد، كلمة إن لم يبغض اللي في نفس الوصية، إن لم يبغض أباها أو ابنته وابنه وزوجته، هنا بالمقارنة بالمحبة اللي هي غير محدودة أو محبة فائقة لربنا، وكأنه أي محبة أخرى تعتبر جنبيها تساوي بغضة، لكن مش بمعنى الكراهية. الحقيقة ترتيب الإنجيل للعشية ومرتبط به ترتيب إنجيل الباكر، مرتبط به كمان ترتيب إنجيل القداس. هنلاقي في مزمور باكر يقول كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك. رجعنا لموضوع الفرح والابتهاج. الكهنة يلبسون البر، لما الكهنة يلبسون البر يلبسون العدل، يلبسون التقوى، فبالتالي كمان قديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك. اشمعنا من أجل داود؟ لأن داود أخذ المسحة بدهن مقدس زي ما قال مزمور العشية مزمور 89، ويقول له هيأت سراجا لمسيحي وعليه يظهر قدسي. قد إيه لما يبان مجد ربنا ويظهر قدس الرب، قد إيه ده علامة فرح كبيرة في حياة داود وفي حياة أبنائه وفي حياة الكنيسة كلها بكهنوتها. معلمنا القديس لوقا البشير صح 6 بيكلمنا عن شفاء المسيح للكثير من الأمراض، وطبعا اللي عنده مرض يعني يقول كده المعذبون من أرواح النجسة كان يشفيهم ويشفي الجميع من أمراضهم. كل الجمع كان يطلب أن يلمسه، كل اللي بيقرب من المسيح يلمسه. طبعا ده كان أكيد بياخد بركة وبياخد شفاء وبياخد حرية تحرر باللمسة، بياخد إخراج أرواح نجسة لو فيه، وبالتالي بترجع النفس فرحانة ومليانة سلام، لأنه يقول عنه القديس لوقا عن المسيح لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع.
فالمسيح القوي أو صاحب القوة وصاحب سلطان الشفاء هو اللي بيرجع للنفس سلامها وهو بيشفي النفوس. وإحنا بنقول له أنت طبيب النفس والجسد والروح، طبيب لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، فهو شفاؤه كامل ويعطي الفرح الشامل. بعدين بدأ يتكلم في الجزء الثاني من الإنجيل عن التطويبات اللي احنا كلنا عارفينها، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وبعدين بيقول بقى في ختام الإنجيل طوبى لكم إذ أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، يعني في بركات الاضطهاد، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا. طب حد يضطهد يفرح؟ هو ده المسيح. حد يتألم يفرح؟ هو ده المسيح. حد يعيش في تجارب يبقى فرحان؟ هي دي المسيحية. مسيحية فوق مستوى الأمور الأرضية، تعالوا بنا إلى فوق سمو. يعني الناس تتجرب في حاجة ممكن يبقى زعلان وحزين ويائس، إنما ابن ربنا دايما شاكر لربنا ودايما أشكرك يا رب ودايما دي عطاياك ودايما متفائل جدا ومنتظر أن يد الله فعلا لها ترتيب ولها تدبير، وأنه يتذكر دائما ما قاله المسيح لبطرس: لست تفهم الآن ولكنك ستفهم فيما بعد. ياما أمور كثيرة، أفراح كثيرة المسيح مبقاها لنا، بس إحنا لسه لم ندركها بعد. فبيقول لنا كده بعد كل الاحتمالات ديت أو التحمل، افرحوا في ذلك اليوم. افرحوا ذلك اليوم اللي هو ايه؟ ده ذلك اليوم هو يوم الاضطهاد. ومع ذلك بس اذا اضطهدوكم فعلا وانتم مظلومين يا بختيكم، طوبى لكم، افرحوا في ذلك اليوم فهوذا اجركم عظيم في السماء، لان ابائهم هكذا كانوا يفعلون بالانبياء. هنلاقي احبائي البولس ايضا الاصحاح السابع من الرساله الى العبرانيين يكلمنا معلمنا بولس الرسول عن المسيح الذي قدم نفسه كرئيس كهنة ويدخل إلى الأقداس بدم نفسه، وإزاي كان بيقدم القرابين والذبائح. يقول كده أنه إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل الخيمة أو المسكن، لأنه انظر، قال له كده انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. فالمقارنة بقى ما بين كهنوت موسى واللويين وما بين كهنوت المسيح، عايز يقول أن كهنوت ورئاسة كهنوت المسيح كانت تفوق ده بكثير، لأن كهنوت المسيح مبنى على طقس ملكي صادق، على طقس ذبيحة الخبز والخمر، على طقس ذبيحة العهد الجديد، ذبيحة المسيح نفسه. أما شبه ظلال السماويات أو شبه ظلال الأمور القديمة دي خلاص انتهت، ومش هي دي اللي هتدي الفرح الحقيقي للإنسان. فرحنا بخلاص المسيح، فرحنا بتقديم ذبيحة، قدم ذبيحة نفسه ودخل بنا إلى الأقداس، كمان ذهب أو صعد تألم ومات عنا وقام من بين الأموات وصعد إلى السماوات وقال أنا ذاهب لأعد لكم منازل كثيرة، في بيت أبي منازل كثيرة، ومتى أعددت لكم منزلا آتي وأخذكم، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. قد إيه الفرحة دي؟ قد إيه فرح لقاء النفس مع المسيح؟ قد إيه فرح أن الإنسان يشعر أن هو موضع اهتمام الله وموضع حب الله؟ أحد الأباء القديسين بيقول له: يا رب أنت ساهر على الخليقة وانت بتهتم بيا وبتسهر عليا، وكأنه لا يوجد في الخليقة غيري، وكأنه مفيش حد غيري، يعني كل اهتماماتك دي يا رب عشاني، عشانك، كل يا رب خلاصك وفدائك وتعبك وتجسدك وتنازلك عشانك، عشان كل نفس تسمع الوصية وكل نفس تستجيب لدعوة ربنا تفرح بالخلاص ويكون فرحكم كاملا. الكاثوليكون بيكلمنا أحبائي عن رسالة معلمنا القديس يوحنا الرسول الثالثة إلى غايوس الحبيب، أو يقول له من الشيخ من البريزفيتروس. كلمة من الشيخ إلى غايوس هي في الأصل اليوناني الشيخ هنا بريزفيتروس، يعني من الكاهن، وطبعا كان كمان يعتبر رئيس كهنة لأنه كان بمثابة أسقف ورسول للمسيح.
فبيقول إلى غايوس الحبيب: أتمنى لك أنه أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك أيضا ناجحة. النجاح مرتبط بالفرح. بيقول: لأني فرحت. إيه اللي فرح بقى القديس يوحنا؟ يقول: لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. هنا زي ما كان في فرح بنعمة الكهنوت وبمسحة داود، بس كهنوت بقى اللي يشير إلى كهنوت العهد الجديد. فبعد ما دخل بينا المسيح للأقداس وبعد ما قدم لينا المسيح الفداء، عايز يقول إن الفرح الحقيقي هنا أننا أسمع عن أولاد أنهم يسلكون بالحق. السلوك في الحق يعني السلوك في الإيمان المستقيم، والسلوك في الحق معناها شهادة الحق وشهادة الإيمان في كل وقت. قد إيه يوحنا الحبيب كان فرحان بغايوس، وهو بيقول له أن أنت ليك خدمة عظيمة، ليك محبة مشهود ليها، ليك عمل عظيم في الكنيسة، وكتبته للكنيسة، لكن في حد متعب في الكنيسة عندك اللي هو ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم. في حد بيحاول يخطف فرحة الكنيسة، في حد الشيطان ينخصه ويحب ينكد على الباقيين. القديس يوحنا الحبيب رسول الحب بيقول له: خد بالك من ديوتريفوس ده، ليه كلام تاني معه، متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها. أعمال شيطانية. ما نستغربش أبدا أن يبقى في حروب في كل المجالات، في مجالات الخدمة، في حروب داخل الكنيسة، في حروب خارج الكنيسة، لكن لنا الثقة أن إله الكنيسة ورب الكنيسة سيحميها من كل الشر، وسيحمي أولاده، وسيحمي المؤمنين. وده إيماننا أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. كان في يهوذا، كان في ديماس، كان في ديوتريفوس الذي يحب أن يكون أولا، حتى ولو كده لكن الفرح في الإيمان مستمر، والفرح في المسيح موجود وسط كنيسته يظلل عليها. قراءات الإبراكسيس عشان كده بيكلمنا عن إزاي أن بولس وبرنابا كانوا بيفتقدوا الإخوة ووصلوا إلى دربة والأسترة، وده كان في الرحلة الأولى. ويقول كده إزاي دعا تيموثاوس، هنا التلمذة بقى الروحية اللي هي لنشر فرح الخلاص أو أفراح الخلاص. فبيتكلم عن أنه تيموثاوس كانت أمه يهودية وأبوها رجل يوناني، واضطر أن هو لما قبل تيموثاوس الإيمان بولس الرسول ختنه وعمده عشان ما يكونش عاصرة لليهود، وعشان ما حدش يقاوم خدمته. البراكسيس عموما بيكلمنا أنه إزاي يعني بولس وبرنابا سلموا نفسهم لنعمة ربنا، وإزاي استودعوا الأخوة، إزاي دعوا تيموثاوس، إزاي قرر الرسل أن هم يحفظوا الأوامر اللي هم خدوها من أورشليم ويبعتوها للكنائس. أجمل الآيات أو من أجمل الآيات في قراءات البراكسيس بتقول: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. كانت الكنائس تتشدد بفرح، فرح الإيمان، في ضيقات وفي اضطهادات وفي حروب من الداخل والخارج، وفي كل الآلام، آلام الزمان الحاضر التي لا تقاس بالمجد العتيد، لكن هذا لا يؤثر على قوة الخدام وعمل الخدام الحقيقيين بولس وبرنابا أن هم يبشروا. ويقول: كانت الكنائس تتشدد تتقوى في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. يجي بقى مزمور الإنجيل يقول لنا أنه موسى وهارون في كهنات، ورجع للكهنوت تاني اللي هو بينشر فرح الخلاص وبيدي أسرار الخلاص. يقول: وصموئيل في الذين يدعون باسمه. جاب اللي بيدعو باسمه كنبوة، وجاب الكهنوت، وبعدين يقول كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمهم. الرب عظيم وراعي كبير، عمود الغمام اللي كان بيقود شعب بني إسرائيل في النهار، وبالليل يتحول إلى عمود نار. فعايز يقول إن رعاية ربنا على الكهنة وعلى الخدام رسالة فرح أخرى للشعب وللكنيسة كلها. إنجيل القديس يوحنا إصحاح 16 وهو إنجيل القداس كلم عن أول الآيات بقى بتوضح الهدف عن هذا الفرح، فرح الخلاص.
فبيقول الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. في أنواع نوعين بقى من الفرح، اللي هو الفرح الأفراح الأرضية، والنوع الثاني الأفراح السماوية. في كل القراءات بنتعرض إلى الأفراح السماوية، لكن أفراح العالم بيقول أنتوا هيجي وقت أنتم ستبكون والعالم سيفرح، يقول أنتم ستحزنون ولكن حزنكم بقى يتحول إلى فرح. متى يتحول الحزن إلى فرح؟ إذا كان حزن من أجل الخلاص، حزن من أجل يعني مرتبط بالصبر، إذا كان حزن عابر ما هوش حزن يؤدي إلى كآبة وإلى يأس وإلى انقطاع الرجاء، بالعكس إنسان الله دايما فرحان. عشان كده معلمنا القديس بولس الرسول في رسالة فيليبي إصحاح 4 وعدد 4 يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، اوعى تخلي حاجة تنزح فرح. يقول كده وتفرحون ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم. ربنا لما يدي فرح سماوي مش فرح بشهوات العالم ولا بملذات العالم ولا بشرور الخطايا، لكن فرح سماوي يبقى ثابت في القلب، إنسان يطفق فرح مهما كانت الظروف والتجارب ومرارة بعض الآلام اللي ممكن نمر بيها، لكن الفرح يسود لأنه نفرح في الرب كل حين. حيا أحبائي، الإنجيل دسم جدا وبيتكلم عن أمور كثيرة، لكن فرحتنا إن إحنا نكون في سلام وفي فرح وفي حب وفي شركة دائمة مع الله، نستنطق هذا الفرح من السماء، نحط ودنا تسمع صوت ربنا ما نسلمهاش لحد تاني، نسمع بها كلمة ربنا اللي تفرح، نسمع بها رسالة فرح الخلاص من فم الله باستمرار، في علاقة حية، في صلاة، في مخدع، في حجرة مغلقة، في خلوة مقدسة بين النفس وبين ربنا، الإنسان يسمع أحلى فرح. فرح الخلاص أيضا والفرح الحلو في سر الاعتراف، لما الإنسان يسمع مغفورة لخطاياك أو أبونا يقول لك الله يحلك. يا ريتنا نتذكر كل هذا وننزع كل حزن وكل غم ونعيش في فرح المسيح، ونطلب من الله أن يعطي كل أحد وكل إنسان حياة الفرح الحقيقي في خلاص مجاني مقدم للجميع. لإلهنا المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.